رانا ل 2022 جينا باش نحيو ذكرى الحرائق اللي اندلعت العام الماضي على يد العصابه، وكان على اثرها مجموعه من الشهداء وعلى راسهم خونا جمال بن اسماعيل، وانا في المنطقه اللي تم فيها الجريمه الشنعاء. واش نقول لهم انا نقول لهم الحرائق اللي افتعلتوها كان سبب لسوداتنا اكثر. يا اخي النار تسود تذوب الحديد باش يتسودا في بعضها. ابا هذه هي لا رياكسيون تاعنا، انا تزدنا تسودينا وقمعكم وحدنا، يعني وين تروحوا ما عندكم ما ديروا معنا. سلميتنا قوه، قمعكم ضعف. السلام عليكم ورحمه الله. بس كنا نوجد الوحده، فاتو تشعل لنا فما حنا شعلنا لكم الوحده. هذا شرقي هذا غربي، هذا مش عادسي، هذا مش تليفون، هذا من الشر، هذا من الجارد، هذا رانا ولاد الشعب. والشعب كي توحد ما كاش حاجه لي والحاجه اللي غنى لك ميلي تفرقي صغار، كاش الحاجه اللي خطوه بالبركه صغار. انا ولا نسال كيف يكفي مربي ومازال تزوج بزاف سيرم سيرم الفلو سيرم الفلو خاطر من اللي ولد كيفك من هكا يكون خساره يكون خساره. ما تدينا ادنى ولا تفريد الحق ازرع في الحق سيبوا الشعب على عقل الناس. ويش كان مسد في غلبنا نتا ويش كان مسد في غلبنا نتا يدين اي تورغ العف اي تورغ الهيم اترغ التجارة اترغ التجارة الصوت ويش الرحمة وكوني يشهد من الرحمة ولا ولا لا انا عقل قسمة منا اي عقل الشعب كل جالس خطر الزراع لو سيستم يجي مدى به النظام هذا مدى به هذا النظام يفرق بين الشعب يفرق على اساس على اساس الجهويه على اساس العرق على اساس المعتقدات. وحنا قلنا بكلمه واحده الشعب واحد ديال خوانا. على بالنا هذا النظام ماذا بيه هذا الشعب ما يتفاهمش ماذا بيه تكون فتنه بين الشعب. والحمد لله ان الشعب ان هذا الشعب ارتقى الى درجه الوعي الذي ادرك بان هذا النظام يتفنن ويتفنن في خلق هذه المشاكل. ليست وليدة اليوم ليست وليدة اليوم هذه الأزمات، عبر العصور أجدادنا قرأنا التاريخ. لا يوجد أي كارثة سواء من حيث التسعينيات إلى غاية اليوم، كله شيء مفتعل من طرف النظام البائس الذي لا يريد من استقلال هذا الشعب هذا الشعب المحب لوطنه. نعم أسف الأول أقلق من سمرة دينيا ودير الكار وندا ظلات لي زيفينمون دو لا كابيلي باسكو كاين ظلات لاني باسي لي زانسوندي نكوني غاتبيني تسديا تقرحن ديجان بون ديجان الشامة رومين غارا الجيل اللي تسدون رومين غارا غاتسدون خاطر في لات خسارة اما في الموسان الارواح اما في الخسارة في لا ناتور انسيان كوميم هاد الحوض دوز طروز اما في الجهة الجزائر اما في الجهة الفقايث عندهم رد فض شوات كان كتزكزوف ارثورا مازال تصي مبقى مازالوا عاودنا راه غتحيو ناس بواس تاع الدش شوية عدا الخريف تبسوس مازالوا تحيينا راه لكني كيف كيف ولا وين دي غنيا لكني غير ديجا ديك السنه الشامة السكيت ولا كنت بنملل ضيف مثل فوس بفوس وساد ميم اون دور دو ولاية غنداس نصالح في السن وساد باش غاتسوتوني نثبوا في القبايل في ثديان تيد نظرا يدي ظران الدينين ثديان تاكيا ولا قال غاتسدسو شاك اني اتيد نتمشتاي نصالح ما في ذاك موثن نسوتوني غير كافي دي قيمن اما تي واش ولي ننسن اما لي سيتوايان دو لا كابيلي ندير هاد النينيا ماشي واحد نسني لان اقلاغ يدسن اقلاغ نفد خاص لاني كابيسيان هذا الصغلين خاص لاني كابيسيان هذا فارقن مي او كونترا كندنا الاستاذه المحترمه من مسيلة نامي بوسعاده نايا ون اكنت سينا كن دايني ادي توغالن سي الكونترير دايني غي تسودين افوس دكفوس تاعكم تاتيكسوس اي لو كومبا كونتينيو الداخل والخارج. اليوم رانا في 400 باش تذكروا المأساة والحادثة الأليمة الحرائق اللي وقعت في منطقة القبائل والحادثة اللي وقعت لخونا جمال اسماعيلي
بن اسماعيل الله رحمه الله راك في قلبنا، انت رمز من رموز الوحده الوطنيه، حبوب بالحديثه تاعك يقسمونا ولكن بالعكس زادوا يجمعونا. بون حنا ما نقولوش القبائل والعرب خوه خوه، لاننا شعب واحد، امه واحده، لنا تاريخ واحد ونحن جزائريين. بون نقول لكم خوتنا بلاد القبائل الحرار، ارض الشهداء والمجاهدين، نقولوا لولاد بيجار، ولاد عبان ما مش حابسين، على طريق ونكملوا المسار، فوصيت وما انا سامحين، كما قال مؤتمر الصومام، تبقى الجزائر الجزائريين، دولة مدنية والشعب يختار، حكام يكونوا شرعيين، يقالوها كبار وصغار، ولاش البوط مع السراقين، نكملوا فيها والشعب يختار، حكام يكونوا شرعيين، ما ناش حابسين، دولة مدنية ماشي عسكرية، والحرية المعتقلين. تحية الجزائر. عندي غادي مثلنا جمال بن اسماعيل نسترحم في الناس الناس يعرفوا ربي اذا غير بشكنا دنيني غير قد فانا فيريتي انا وقنا جمال بن اسماعيل وساكي اذا غادي نجمع عند لي ميليتون لاسوسيتي سيفيل الكوليكتيف دي زافوكا وقنا اوماج تاع غادي لي فيكتيم لي تي نوار وقادي غادي ذاك الى 4 نيتيرات بخليجن او كلنا ان بو بارتو ميم كميشلي نصرح فلسان فلسان يعفو ربي ان شاء الله دي الجنة انا نكوني نوساد ساكي باش ادني نوسن نتسويارا اسكو ساعد نوساد نوساد ذاكي باش كني غا سوليداريتي كيسن اكلي فامينسن ساكي نوغاد باش نسنا نوماج ان شاء الله نكون اسكو ساعد نساهني تنسي الخير ونتسويارا ذا غينا كتكمل غوال ساكي ذا غين ستون اوكازيون باش كنا دنيني ذا غينا فتمتنا كينا غينا نوكدي الحباس بغا ديني ان شاء الله يا ربي تفرني كلي ليبيري لي ديتوني دوبي اليوم ونحن موجودون في الاربعاء ثلاثا طلعه من قلع الجهاد نترحم على ضحايا الحرائق الذين نحسبهم عند الله الشهداء ونجدد العهد مع شهدانا الابرار ونحافظ على وحدتنا وسلميتنا. يا حلق قمري في السماء وتعلى ونوري لك الاتجاه اللي تديه من تجلى بيلة ولا القبلة يسر وسابة ومجيها ملهيه تلقى مريم في الزهرة نحلة ولا حافظي على السر كتميه وغرسك في الواحة نخلة والرامينة بالحجر ردي بالتمر عليه أمي حرموك مني حوثالة وباباك ما عنده شق بر تزوريه ولا فرقتنا الموت أهلة وسهلة يجمعنا الإله مع اللي تبغيه العزيز صعموم رجال فحولة ويتكلم التاريخ يظفر رمواليه وبرج منايل ما هم من ولا محال إلا حرهم يسمحوا فيه ولا صار قبائل رجالة صمام نظم الجيش لنفتخر به انقلب عليه في غر القفلة المكر السيء عنوان جديد وجهة بالله وابقوا الانقلاب وانقلب عليه الله يرحمك أبي فضحهم جملة وما تعرفوا شرات تسمعوا به ودخلت التاريخ من باب الرجلة عمير رشقة اللي غلق موراك الباب المفتاح الدين عبان رمضان بلغ رسالة حارك في الشوارع عزته فيه مستشهد على مدنية الدولة وهيا يا الحرار عهد وفوا به الأمة ما تجتمعش على الضلالة والشعب الحر ما تبيعه ما تجري يتحرر يختار مولاده نقلة والفرد الشارب لا تفلح به يفسد الزريعة والعولة العياذ بالله الشرب عينيه مريم باباك أسير ما بيدو حيلة وردي تحية للي سال عليه ولا مت ما تبكيش ديري لي حفلة قولهم أبي بابا هم مصيه سماني اللبة وأنا طفلة يطمئن كنعود راكدة بين يديه عاشت الجزائر يا في حلة خاين الشهيد ربي بدل به تاريخ حطه في المزبلة قيلاب من الطخ بالدم الوذنيه فيران في القبائل شعالة كذب وجه الخيانة يقابل به انتقام جوبنا عمالة ومن حركات منطقة شعب فيه خير كلام ما قل ودلة ومحرر حر يسجن يا سفيه قبلوا تحياتنا من جناح العزلة ومتمنى ان الشر بالخير كافي ودفاعنا شرف العدالة واللي ايد الباطل اللي يدور عليه وحرار المهجر بوصالة يرجع كل غريب الوطن وماليه شارك الجميع ونأسس دولة سيادة شعب بجيش وحاميه يطهر من شيوخ القلة سن التقاعد وكبر عليه تحيا الجزائر حرة مستقلة والعاشقين فن بيصلوا عليه.